بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، لعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم قيمنا. تبرز أهمية القيم في هذه الظروف التي يمر بها العالم في مواجهة هذا الفيروس الخطير، فيروس كورونا. وهنا تكمن أهمية القيم بما تحقق المصلحة العامة للجميع، وما تحققه من منفعة خاصة، ومدى التزام كل شخص في المجتمع بهذه القيم وما يعكسه من جو التعاون والإخاء. في هذا البرنامج نسلط الضوء على أبرز القيم التي يحتاجها المجتمع في هذه الظروف. وبداية نرحب بضيوفنا الكرام. معنا الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز، وكذلك معنا الأستاذ حمزة زبيدي، المحاضر بكلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبد العزيز. فأهلا ومرحبا بكما. حياكم الله، سعيدين بكم جميعا. حياكم الله ضيوفنا الكرام. نبدأ معكم دكتور فؤاد، لماذا الحديث عن القيم في ظل هذه الظروف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، وحياكم الله من جديد في قيمنا، وحيا الله من يسمعني الآن من الإخوة والأخوات، وأيضا أرحب بزميلي العزيز الأستاذ القدير الأستاذ حمزة حقيقة في هذه الحلقة، وبك أخي أبي هشام وبكادر هذا البرنامج، وعودة من جديد إلى القيم التي تساعد الإنسان على أن يتجاوز كل تحديات الحياة. دعني أقول لك في البداية بأن الإنسان في هذه الدنيا يعيش تقلبات مختلفة وتحديات مختلفة، والله عز وجل قد بيّن طبيعة هذه الحياة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وبيّن الحقيقة الأخرى لتركبن طبقا عن طبق. هذا يعني باختصار أن حياة الناس لن تكون مستقرة على حالة واحدة، هناك نوع من العناء ونوع من المشقة ونوع من التعب، وأيضا نوع من التغير المتسارع. هذه القضية تحتاج إلى ردة فعل من الإنسان. ردة الفعل عادة هو سلوك، لكن هذا السلوك لن ينطلق إلا من قيمة. عندما تكون هناك قيم ثابتة واضحة مؤسسة بشكل صحيح، سينعكس عنها سلوك إيجابي يتعامل مع الأزمات، مع المتغيرات، مع التحديات بشكل أعمق، بشكل أبسط، بشكل أفضل، بشكل أكثر روعة وأكثر جودة، بما يحقق مصلحة الإنسان من هذه الأزمات. وآنذاك يمكن أن تتحول هذه الأزمة من كونها أزمة منظورة إلى كونها نعمة يمكن الإنسان أن يقتنصها، وفرصة يمكن أن يوظفها لتحقيق جزء من أهداف حياته. باختصار شديد، القيم وارتباطها بالأزمات هي وقاية داخلية، هي درع حصين، هي متانة داخلية، هي خط الدفاع الأول لتجهيز الإنسان سلوكيا للتعامل مع الأزمات الحياتية بما تتعاطى تلك الأزمات، ثم من ذلك التحقيق للهدف الأكبر الذي يعيشه في هذه الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وصولا إلى رحمة الله ورضا الله في الأخير بإذن الله تعالى. نعم، بارك الله فيك. يعني هذا الكلام طيب، وخصوصا يعني عبارة أنه فعلا أنه هذه تمر أحيانا ممكن تكون فعلا فرصة عظيمة أنه نستغلها فيما ينفعنا. أيضا أذكر الإخوة والأخوات بالسؤال التفاعلي لهذه الحلقة، والذي يقول: برأيك ما أهم القيم التي ينبغي علينا التحلي بها في ظل مواجهة فيروس كورونا؟ وحقيقة مشاركات عديدة وصلتنا، نقرأ بعضها. عبد الله يقول: الرجوع إلى الله. هيفاء تقول: الصبر والاستغفار. عبد العزيز يقول: التوبة النصوح والندم على الذنوب والرجوع إلى الله تعالى. حسام يقول: اتخاذ كل سبل الوقاية من الوباء والتضامن الاجتماعي بين الأفراد، لكن بحذر والحد من للحد من انتشار هذا الفيروس. عبد الكريم يقول: الصدقة وبذل الخير وكل ما نملك. يسرى تقول: الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وبالصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن والصبر. كوثر تقول: بالصبر واليقين والدعاء والاستقامة. أيمن يقول: التوبة إلى الله تعالى والصبر مفتاح الفرج. وهناك كثير من التعليقات، لكن ودي أن أنتقل إلى الأستاذ حمزة الزبيدي. حياكم الله أستاذ حمزة معنا في هذه الحلقة. ويعني نبدأ معكم. إحنا يعني كنت خلينا
نغشش المشاهدين قبل الحلقة، يعني اتصلت بالمشايخ الكرام وما القيم التي نركز عليها في بداية هذه الحلقة، فقالوا يعني التوكل على الله هذه رقم واحد، ثم قيمة التفاؤل. فدكتور نبدأ معكم بقيمة التوكل على الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. لا شك أن هذه المحنة والبلاء الذي عم كثيرا من أقطار العالم هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وفي كل بلاء يكون إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى رحمة لعباده. آمين. من القيم المهمة، وطالما أن حديثنا عن القيم، قيمة التوكل على الله سبحانه وتعالى. والتوكل على الله عز وجل هو قيمة إيمانية عليا، كما أنه قيمة سلوكية عليا، بل هو من أعظم الواجبات، واجبات الإيمان، أفضل العبادات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، بل أنها من أعلى مقامات التوحيد. فحاجات العباد كثيرة، سواء كانت الدينية أو الدنيوية أو الأخروية، فالحاجة كبيرة جدا للعباد. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى يمكن أن نقول أنه هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى. إذن صدق اعتماد القلب، يا الله، يعني التوكل منشأه عمل قلبي، التوكل نشأته عمل قلبي، باعتماد القلب على الله عز وجل في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. فإنه لا يجلب الخير إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدفع الضر إلا الله عز وجل. ولا يعني ذلك أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب، بل إن الأخذ بالأسباب من جملة ما أمر الله عز وجل به. ولذلك في الحديث الصحيح، لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أراد أن يعقل ناقته أو يتركها عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، أعقلها أم أتوكل؟ يعني إعقال الناقة وهو ربطها لألا يعني تذهب. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، كلاما محكما في كلمتين، كلمتين حوت حقيقة التوكل على الله عز وجل، قال: اعقلها وتوكل. سبحان الله. اعقلها وتوكل. إذا نظرت إلى الكلمة الأولى وهي كلمة اعقلها، فهو يقول له، يوجهه إلى السبب الذي يحفظ الله عز وجل به هذه الناقة. وقد جعل الله العقالة سبب من أسباب حفظ هذه الناقة من أن تشرد عن صاحبها، قال له: وتوكل. بعد ذلك يكون الاعتماد، اعتماد القلب على الله عز وجل في حفظ هذه الدابة، الاعتماد على الله عز وجل في حفظ الأنفس، الاعتماد على الله عز وجل في دفع الضر، الاعتماد على الله عز وجل في كل مصلحة يرجوها الإنسان وتعلق قلبه بها، أن يكون الإنسان متوكلا على الله عز وجل. وذلك أن قلبه يكون معتمدا على الله عز وجل أولا وآخرا، مع عدم إهماله الأخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب التي أمر الله بها عز وجل هي من صلب التوكل. فهذا حقيقة التوكل أخي هشام. نعم، يعني ما شاء الله تبارك الله، فعلا صدق الاعتماد على الله بصدق، يعني هنا تكمن التحدي في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها، ويعني كيفية التعامل معها. طيب دكتور فؤاد مرداد، يعني لعلنا نأخذ هذه التأصيل الشرعي لهذه القيمة العظيمة من الكتاب والسنة، وهناك يعني نصوص عظيمة وردت في معنى التوكل على الله تبارك وتعالى. صحيح، هذا كلام صحيح، وأيضا الكلام الذي ذكره أخي العزيز الشيخ حمزة هو كلام عميق حقيقة في تعريف موضوع التوكل على الله. دعني أقول لك ما تسأل عنه من الأدلة الشرعية والنصوص، يمكن أن أربطها أنا بربط آخر بشكل آخر لو أذنت لي، وهي قضية المؤشرات التي تدل على وجود قيمة التوكل عند الإنسان، ثم بعد ذلك نؤصلها ببعض الأدلة والمواقف. لأني أنا أعتقد بأن المشكلة الحقيقية ليست في المفاهيم، المشكلة الحقيقية هي في الانعكاس السلوكي. يعني أنا أذكر أني في يوم من الأيام كنا نجلس في مجلس يضم مجموعة كبيرة من يعني من بعض الإخوة، من رجال أعمال ومن ناس عاديين وكذا، بعدين فتح موضوع على التوكل، فقال أحدهم: فين هو التوكل؟ اعطوني التوكل حقيقة في حياتنا.
لأنه حقيقة لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. المعنى الحقيقي للتوكل هو صدق الاعتماد على الله كما ذكر أخي الشيخ حمزة ونمنشأه القلب. أحيانا الإنسان يشعر أنه قد يكون متوكلا، لكن فلتات لسانه وتصرفات أفعاله تدل على عكس ذلك. فربما أجمل بسرعة بعض المؤشرات التي تدل على أن الإنسان متوكل على الله، ونحاول نربط بعض الأدلة على وجه السرعة. على سبيل المثال، ربط أحداث الحياة بالله عز وجل، سواء كانت أحداث فرح أو حزن أو بشارة، ربط هذه القضايا بالله عز وجل هذا دلالة على وجود التوكل. ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. إذن كل موقف يمر على الإنسان عندما يعني يصطدم بموقف مفاجئ، دعني أقول بموقف صعب مثل ما يحصل لنا الآن في قضية فيروس كورونا إلى آخره على سبيل المثال، فربط القضية بالله هنا تظهر قضية التوكل على الله، تماما مثل قضية الآن لهث العالم كله على قضية وجود يعني مصل أو 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 دواء أو عقار، نعم، أو دواء أو عقار معين يحارب هذا الفيروس. الآن الكل ينتظر ماذا تفعل الصين وأمريكا وفرنسا وبريطانيا، وهنا في دولتنا المباركة وفي كل الدول الكل ينتظر هذا الأمل. وأنا على يقين لو تم إعلان دواء، ربما لا شعوريا يصبح عند الإنسان نوع من التعلق بالدواء، إنه هذا هو الدواء الذي سيخرج الناس من الأزمة. سبحان الله. رغم أن الدواء ما هو إلا سبب، إذا أراد الله أن يسببه كان سببا، إذا لم يشاء الله أن يسببه لن يكون سببا، وإذا أراد الله أن يسببه على شخص قد لا يسببه على آخر، والأمر بيد الله. إذا ربط أحداث الحياة بالله هذه دلالة. أيضا الكلمات التي تدل على أن الإنسان متوكل على الله، تذكر معي جيدا عندما وضع إبراهيم عليه السلام زوجته وابنه في واد غير ذي زرع، قالت إلى من تدعنا يا إبراهيم؟ لاحظ الآن، قال إلى الله، قالت إذا لا يضيعنا الله. معطيات الموقف كلها تعطي بأن هناك نوع من الخطر الكبير، أن تتكلم على واد غير ذي زرع، لا بشر، لا إنس، لا أحد يجالس، لا أحد يؤانس، الطعام والزاد الموجود قليل جدا، أن تتحدث عن شخص تحرك من دولة إلى دولة مسافات طويلة، ترك امرأة وطفلا صغيرا، كل المعطيات تدل على أن هناك خطر كبير وداهم. لكن اليقين التوكل بالله لما قال الله، قالت إذا لا يضيعنا الله، يعني بيقين وبصدق، سبحان الله، هذا الإجابة، هذا هو المؤشر الحقيقي. تخيل أن شخص المعطيات تقول لا، وهو يقول يقيني بالله أن الأمر سينتهي تماما. نفس القضية في موقف النبي عليه الصلاة والسلام، قلت ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لما قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، قال ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. القضية نفسها تتكرر مع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام وقد تعلم الدرس من النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، تعلم قضية اليقين والتوكل على الله في الغار. فلما جاء في قضية يوم بدر ووقف النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في العريش، رفع يديه ثم سقط رداء عن جبهه ويقول يا رب إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض قط، قال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك الله منجزك وعده. الله بعض المناشدة الله منجزك، لأنه تخرج من مدرسة التوكل وبالتالي ربط الأحداث. إذا قضية ربط الأحداث، أيضا يا أخي قضية ربط الأسباب برب السبب، يعني على سبيل المثال تجد الإنسان يقول أنا سأفعل هذا السبب ويقيني في الله، عسى الله أن يدبر هذا الأمر، عسى الله أن يجعله سببا، هذا يدل بشكل واضح جدا على أن يعني هو الإنسان يأخذ بالأسباب كذلك دكتور، يعني يلتزم بالتعليمات التي تصدر من الجهات المختصة، يأخذ بالأسباب والأمور التعقيمي وإلى آخره من هذه الأمور. بل أؤكد على كلامك أخي أبي هشام بالكلمة التي ذكرها الشيخ حمزة، قال اعقلها وتوكل. في إحدى الجروبات إخوة أنزلوا بروشور، البروشور عبارة عن جزئين في التعامل مع فيروس كورونا. الجزء الأول مرتبط بالعلاقة مع الله، التوكل واليقين، والجزء الثاني مرتبط بالإرشادات التي ينبغي أن نحافظ عليها. فدخل أحد الإخوة معلقا قال يا أخي أنا أرى إذا أردتم أن تطبقوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن تقلبوا الصورتين. قلنا كيف؟ قال ودوا الإرشادات في البداية وخلوا الأمور مرتبطة بالتوكل بعدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعقلها، يعني ابذل السبب، وقدم السبب. القضية الأخيرة أو قبل الأخيرة في قضية المؤشرات وأختم بها، قضية رباطة الجأش في الأزمات.
المتوكل على الله لما يسمع خبر مزعج أو مقلق أو مؤلم تجد أن هناك نوع من رباطة الجأش والهدوء الكامل، لأن يقينه بأن أمره بيد من يقول الشيء كن فيكون. ولذلك لما وقف موسى عليه السلام ووقف مع بني إسرائيل وفرعون من خلفهم والبحر من أمامهم، أيضا مرة أخرى المعطيات تقول بأن الموقف حسم مع ملك ظالم سيقتلهم، سيبدد بهم، يعني ستنتهي القضية تماما. إنا لمدركون، كلا كلا، إن معي ربي سيهدين. قال العلماء في لطف العبارة، قالوا ما انتهى من كلمة من نون سيهدين إلا أوحى الله إليه أن يضرب بعصاك. حتى موسى عليه السلام قبل هذا الإيحاء ما كان يعرف كيف طريقة المخرج، هل المخرج أن يأتيهم طيور ترميهم بحجارة فيموتون أو يصابوا بصاعقة أو يستطيع أن يقاومهم قتالا ويخرج؟ صورة أن يفلق البحر في القتين وأن تكون آية بهذا الحجم ما كانت في مخيلة موسى عليه السلام. سنعود معكم دكتور لهذا الحديث، وخصوصا وربطه بالواقع لمن الآن فقد مصدر رزقه ولمن تعطل عمله. أنتقل للدكتور شيخ حمزة الآن، يعني اعقلها وتوكل من الجوانب التربوية. الآن كيف أنا يعني للأباء والأمهات غرس قيمة التوكل على الله في أولا الأخذ بالأسباب والتعليمات وغيرها، والإيمان بالله تبارك وتعالى وقيمة التوكل، كيف أغرسها في الأبناء؟ جميل. أنا أرى أن هذا الحدث الذي أحدثه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون هو فرصة ثمينة لغرس كثير من القيم في نفوس أبنائنا وبناتنا وأزواجنا. نعم. وهو من خلال التربية بهذا الحدث الكوني الذي حدث في هذه الأرض، ومن ذلك قيمة التوكل على الله عز وجل. حينما يعني الكثير من الناس اليوم بيتابعون الأخبار وبيتابعون الإحصائيات وبيتابعون الأرقام تحليلات وشعوب العالم هنا وعدد الوفيات وهكذا، فيدخل في نفوس كثير من الناس يعني الوهن أو ضعف التوكل على الله عز وجل، في خوف، يعني هناك خوف. يعني شيخنا كيف نتعامل معه، كيف الأهالي تتعامل معه؟ أول قضية أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. اعلم يا بني أن الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض قد كتب في كتابه السابق الأقدار والآجال، وأيضا والإنسان في بطن أمه أيضا قد كتب يعني رزقه وعمله وحياته وما يصيبه وأقداره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فأول قضية أن يعلم الإنسان ونعلم أبناءنا ونعمق هذا في نفوسهم، أنه يا بني ما يحدث هو بقدر الله عز وجل وقدرته وعلمه وتدبيره ومشيئته. هذا واحد. رقم اثنين، أن نبين لهم أن لله عز وجل في هذا الحدث الكوني حكمة بالغة لا يدركها كثير من البشر. هناك حكمة من هذا الأمر، قد يكون لأناس عقوبة، قد يكون لأناس رحمة وعافية، قد يكون لأناس باب خير لأن يعودوا إلى الله عز وجل. هناك لله حكم بالغة في هذا الأمر، فنقول لهم أن الله ما شاء هذا الأمر وقدره إلا لحكمة بالغة، وأنه سبحانه وتعالى هو القادر الذي هو أوجده فهو الذي يعصمك منه، الذي أوجده هو الذي يعصمك. احفظ الله يحفظ، إن أردت أن يحفظك الله عز وجل فاحفظ الله عز وجل في أوامره. أيضا نعمق في نفوسهم أن الله عز وجل أمرنا بالأخذ بالأسباب، ومن ذلك مثلا ما أرشدت إليه الجهات المختصة فيما يتعلق بغسل اليدين، الابتعاد عن التجمعات، أن يأخذ الإنسان بالأسباب المادية التي يوجه لها أهل الاختصاص، وهذا أيضا من الأخذ بالأسباب. لكن كما ذكر الدكتور فؤاد، ينبغي أن نقول لأبنائنا نحن نأخذ بالأسباب يا أبنائي لأن الله أمرنا أن نأخذ بهذه الأسباب. والأمر الثاني أن هناك أناس ربما يأخذ بالأسباب لكن في قدر الله السابق ربما يصيبه شيء، وهذا رحمة له، وهذا تكفيل لسيئاته ورفع لدرجاته وزيادة في حسناته وهكذا. الأخذ بالأسباب، نقول لهم لا يظن الإنسان أنه إذا أخذ بهذه الأسباب أنه لن يصيبه المرض،
هذا لا يمكن أن يقول به الإنسان، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فحينما نوجههم إلى الله عز وجل نقول لهم ارفعوا أيديكم إلى الله عز وجل، ارفعوا أيديكم إلى الله عز وجل أن يكشف الضر عن الناس وعن البلاد وعن العباد، وأن يحل الله عز وجل الشفاء والعافية، وأن ينزل الدواء. ولعلمك سبحان الله، يعني في شريعتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. يعني كون يعني بعض الشعوب جهلت الدواء أو المصل أو العقار المناسب للشفاء من هذا الداء، فلا يعني ذلك أنه غير موجود أو لا يمكن الوصول له، بل أن في هذا يعني دعوة مفتوحة إلى البحث وإلى المعرفة وإلى الجد والاجتهاد في سبيل أن الإنسان يحصل هذا الأمر. فنحن دائما نربط أولادنا بالله عز وجل، نقول الذي قدر هذا الأمر هو الله، وقدره سبحانه وتعالى بعلمه ومشيئته، وله في ذلك حكمة لا يعلمها كثير من الخلق. والأمر الثالث، يجب يا أبنائي أن نحن نأخذ بالأسباب التي يعني لا يأتي إنسان يقول أنه سيخالط الناس وأنه لن يأخذ بالتوجيهات ولا بالجوانب الاحترازية اعتمادا وتوكلا على الله فقط، ويترك الأخذ بالأسباب. الله ما أمر الله عز وجل يا أخي الكريم، يعني مثلا يعني الأمثلة التي ذكر الدكتور قبل قليل وهي كثيرة جدا، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في قتاله يظاهر بين درعين؟ يعني يوم أحد وضع النبي صلى الله عليه وسلم درعين ولبس لأمته ولبس المغفر. طيب هذه أسباب الوقاية، أخذ بالأسباب. طيب نعم نعم أخذ بالأسباب المادية، وهو إمام المتوكلين وإمام الموحدين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما أهمل الأخذ بالأسباب ففعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به. نعم بارك الله فيكم. أنتقل لكم دكتور فؤاد، في مع هذه القيمة والتوكل على الله، الآن هناك يعني من قطاعات كبيرة، من خسر مصدر رزقه ودخله، من تضرر ماديا، من تضررت تجارته، ماذا تقول لهم؟ باختصار شديد، لو أننا بالفعل تأملنا في قيمة التوكل مع الله التي أنا على يقين بأننا بحاجة إلى خطوات عملية كثيرة لترسيخها في نفوسنا سلوكا عمليا ممارسا، لو هذه القيمة ترسخت في نفوسنا سيصبح لدينا نوع من الهدوء النفسي، لأنه كما ذكر قبل قليل الشيخ حمزة أن الله كتب الأجل والرزق وقسمت الأمور تماما، الذي خلقك هو الذي تكفل بأمرك، الذي خلقك هو اللطيف بك هو الرحيم بك، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. كنت أفكر في كلام الشيخ حمزة ويتكلم الآن في قضية كيف نخاطب أبناءنا، أنا أقول كيف نخاطب أبناءنا وكيف نخاطب المجتمع بالكامل اليوم. نعم. هي دعوة حقيقية أن نقول تعالوا يا جماعة إلى رحلة حقيقية في معرفة أسماء الله وصفاته في القدرة الإلهية. والله يا جماعة فرصة حقيقية لعقد جلسات بسيطة في بيوتنا أو في جروبات الواتساب أو أي ما كان عن بعض أسماء الله الحسنى. يعني فقط لو وقفت أنا وأنت أبو هشام وأخي الشيخ حمزة والكادر ومن يسمعني الآن في معنى اسم اللطيف، اللطيف الخبير، الله لطيف بعباده، والله هذه تأخذ حلقة وحلقتين وجلسة وجلستين ويشعر الإنسان بعدها بنوع من الطمأنينة. أيضا هؤلاء أقول لهم جميعا استقرؤوا تاريخ حياتكم أنتم، كم من أزمات يا إخواني يا أخواتي مرت علينا في حياتنا الشخصية. العام الماضي الشخص يقول والله مرت علي أزمة لم أكن أتخيل أن أخرج منها، أطبقت الدنيا علي، رأيت الظلام الدامس، وبعدين انتهت القضية. الآن أين هي؟ في عالم الذكريات، أتذكرها وأبتسم أنني ربما هولتها في تلك الأيام. إذا تأمل أزمات الحياة التي انتهت بدأت وانتهت سيساعد كثيرا على قضية تحمل قضية أو عظيم التوكل على الله في هذه الأزمة. أيضا أقول لجميع من يعني ربما قلق الآن على مصدر رزقه أو على أسرته، أقول تذكروا جيدا ثمرات التوكل على الله التي ذكرناها الآن في خضم كلامنا، الأمان والأمن ثم عودة الرزق المضاعف. يا أخي افتح سورة الأنبياء، اقرأ قصص الأنبياء، انظر ماذا نزل عليه من بلايا متقدمة وما نستطيع نتحملها ولا حتى نتخيلها، لأن البلاء ينزل على قدر الإيمان. يعني يبتلى الأمثل فالأمثل، كما أشد الناس بلاء على الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كما أخبر عليه الصلاة والسلام. لكن لاحظ مثلا في قضية أيوب عليه السلام، أمراض عظيمة ثم يخسر أهله ثم تنتهي القضية تماما وتصبح في مأزق ليس له حد ولا عد، لكن كانت النتيجة أن الله شفاه وآتيناه أهله ومثلهم معه. وقفوا لي هنا شوية،
مثلهم معه يعني مضاعفة. الذي يتألم الآن على قضية ماله ثق تماماً، إن حصل لديك ارتفاع منسوب التوكل على الله القادم هو مضاعفة للذي فات من ناحية المال والدخل والصحة والراحة والطمأنينة. القلق اليوم على قضية الحياة الاجتماعية ستعود بإذن الله تعالى الحياة الاجتماعية بكل طبيعيتها. القضية تحتاج فقط أن نرفع قضية التوكل على الله، وأنا ذاك سنرى الثمرات المختلفة. وفعلياً إذا رفعنا هذا التوكل على الله بهذه الخطوات التي ذكرناها، سواء قراءة في الأسماء والصفات، سواء قراءة في السيرة النبوية، سواء شرح بعض آيات التوكل على الله من القرآن في جلسة أسرية أو أي ما كانت الطريقة، التأمل في تفاصيل حياتنا، لو رفع ذلك الأمر في قلوبنا ستهون كثير من التوقعات ربما يكون مبالغ فيها أحيانا في وصف أي كارثة أو حادثة أو أزمة تنزل علينا. نعم، جزاك الله خير. أيضا شيخ حمزة، يعني قبل أن نخرج إلى فاصل قصير، إحدى الأخوات أرسلت، يعني لو الشيخ حمزة يرشدنا إلى طريقة، الآن الأولاد يعني منعوا من الخروج إلى المدارس، إيش الأوقات يعني التي نركز عليهم كتعليم داخل الأسرة، مثلا إذا هناك قصص معينة، كتب، أمور من هذا القبيل؟ أولا جزاه الله خير، هذا دليل حرص يعني حقيقة. أنا أقول سبحان الله، من رحمة الله عز وجل ومن منحه في هذه الأزمة عودة كثير من الناس إلى أسرهم، عودة الله. كثير من الناس إلى أسرهم، الترابط الأسري. يعني في فترة سابقة كثير من الناس انشغلوا عن أسرهم، انشغلوا عن أولادهم، انشغلوا عن بناتهم، فالآن فرصة لاجتماع الأسرة، اجتماع الزوج مع زوجته كثيرا، اجتماع الأب مع أولاده. يعني من الطرائف حتى أن بعض الأخوات يقول بدأت أتعرف على أولادي، بدأت أتلمح في صفاتهم وأكتشف مواهبهم وجوانب كثيرة لديهم. صحيح. من الأمور المهمة، وأنا أقول من الأمور المهمة، لنضع لنا أهدافا خلال هذه الفترة نريد أن نحققها. جميل. أهداف تتعلق بحفظ القرآن، مراجعة القرآن، أهداف تتعلق مثلا بحفظ السنة، القراءة والمطالعة، تطوير الذات من خلال ممكن الآن التعلم عن بعد، والفرص التي جاءت للتعلم الذاتي كبيرة جدا. يعني في أناس سيقطعون مراحل كبيرة جدا خلال هذه الفترة، ربما ينجزوا إنجازات لم يسبق لهم أن أنجزوها في سابق الفترات الماضية لقلة الشواغل والتوافر، توافر الوقت كامل الإنسان موجود في بيته. فأنا أقول للأخت هذه، واحد، المدرسة المفترض أنه في هذه الفترة المدارس أن عندها برامج تعلمية في هذا الوقت. نعم. يعني فهذا واحد يشغل به وقته. اثنين، حفظ القرآن الكريم. ثلاثة، اجتماع الأسرة في الصلاة يجتمعون، أن يأخذوا كتابا مثلا في السيرة النبوية مناسبا مثلا روضة الأنوار للمبارك فوري، ويبدأ الأب أو الأم تقرأ من هذا الكتاب وتقص على أبنائها. الآن الفترة الحالية تتداول كثير من القوائم التي تتعلق ببرامج التعلم الذاتي التي يمكن أن الإنسان يستفيد بها، سواء كان دورات أو مشاهدات أو قراءة كتب أو مسابقات في تلخيص وقراءة بعض الكتب أو برامج دورات تدريبية عن بعد. فرص كثيرة، يعني فقط حتى لا يضيع الإنسان يجب أن يحدد له أعمالا لإنجازها، وأيضا يضع هذه الأعمال في جدول يختار الأبناء الوقت الذي يريدون أن يقضوا فيه هذا الأمر. نعم. أيضا المشاركة، تعليم الأبناء بعض الخبرات وبعض التجارب، ما المانع أن يشترك الجميع في إعداد الوجبات مثلا. نعم. الاجتماع على بعض المسابقات الترويحية التي يعدها الآباء والأمهات مثلا، تكليف الأبناء ببعض الواجبات. يعني كان بعض الأسر عندهم فقرة بيتنا أجمل، فكل يوم يتجهون إلى ركن من أركان البيت أو غرفة معينة ويريدون أن يجددوا في هذا، في هذا البيت، في هذا المكان، أن يعيدوا ترتيبه وتنظيمه، فتشترك الأسرة في كل ذلك. فأنا أقول إمكان القراءة، الحفظ، الاستذكار، البحث، المشاهدات الإيجابية، وعدم حقيقة، أنا أنبه، ينبغي ألا تنشغل الأسر كثيراً بمتابعة الأخبار والقيل والقال والإحصاءات، لا ينبغي أن يكون هذا هو شغلنا الشاغل. صحيح. ينبغي أن يكون شغلنا الشاغل هو الاهتمام بالبناء، الاهتمام بتكوين أنفسنا، الصلاة جماعة، قيام الليل، صلاة الضحى، الإشراق،
النصوم البيت. الآن نحن في شهر شعبان يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في هذا الشهر. ما الذي يمنع أن الأسرة تصوم وتعد وجبة الإفطار سويا ويجتمعون على حلق الذكر وحفظ القرآن الكريم والمطالعات النافعة المفيدة؟ هذه برامج كثيرة يعني. جزاكم الله خير وبارك فيكم. مشاهدينا الكرام، إلى فاصل قصير ونواصل بعدها بإذن الله تبارك وتعالى. كم هي كثيرة القنوات الإعلامية والنشرات الإخبارية والصفحات الإلكترونية التي يختلط فيها الصدق بالكذب حتى يتحير المشاهد، فكيف تتعامل مع الأخبار؟ اعلم أن الخبر أمانة فلا تستخف بشأنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. تحر أخبار أهل الضبط والإتقان، واحذر أهل الظنون والأوهام، ولا تقبل خبرا إلا من عدل صادق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حدد مصدر الخبر بكل دقة واحذر من قيل وزعموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. احذر من أخبار الصفحات المشبوهة والمجهولة على الإنترنت ومواقع التواصل، فإن كثيرا من أخبارها كاذبة. عليك بمراعاة الظروف المحيطة بالحدث، فإن لمعرفتها أثرا بالغا في فهمه على وجهه الحقيقي. إياك أن تنساق وراء تحليل الإخباريين للأحداث دون تعقل وتريث، واعلم أن هناك فرقا بين نقل الخبر والحكم عليه. احذر من نشر الأخبار غير الموثوقة وترويج الشائعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. احذر من الأخبار التي تسبب الفتن ولو كانت صادقة، وإياك أن يستفزك خبر لتصرف قد تندم عليه، ولكن شاور أهل العلم والحكمة. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. حدث الناس بما يعقلون، وإياك والتهويل والمبالغة والإغراب، فقد يؤدي إلى التكذيب أو الفهم الخاطئ. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. تجنب قنوات الكذب والتضليل ولا تصدق أخبارهم، وعليك بأهل الصدق والأمانة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قيمنا. نأخذ بعض أيضا السؤال التصويت على وسائل التواصل الاجتماعي، والسؤال يقول: هل حققت إنجازات على الصعيد الشخصي أو الأسري خلال مكوثك بالمنزل في ظل مواجهة فيروس كورونا؟ نسبة 52% قالت نعم حققت إنجازات ممتازة، 48% لم يحقق شيئا حتى الآن. رحب مرة أخرى بضيفينا الكريمين الدكتور فؤاد مرداد والشيخ حمزة الزبيدي، حياكم الله. حياكم الله. طيب، يعني هذه على سبيل السؤال التفاعلي وما ذكره الشيخ حمزة قبل الفاصل في استغلال الفرص واستغلال الوقت فيما ينفع. دكتور فؤاد، يعني ما شاهدنا الآن حقيقة في الفاصل من ينشر الأخبار والتهويل وسيحصل كذا وسيحصل، هناك يعني جو يعني يثير نوعا ما البعض نقول أنه يثير جو من عدم التفاؤل في هذا.
كيف يعني بداية ننتقل ندخل إلى المحور الثاني في هذه الحلقة وهي قيمة التفاؤل، فلماذا الحديث في هذه الظروف تحديدا عن قيمة التفاؤل؟ جميل. نحن حقيقة عندما بدأنا الحلقة وتكلمنا أننا نمر بأزمة، وربما حاولنا ولازلنا نحاول أننا نزيل هذا المفهوم من أذهان الناس أننا نتعامل مع القضية على أنها أزمة، وإنما نتعامل معها على أنها فرصة. نعم. بعض الأفكار الجميلة التي ذكرها الشيخ حمزة قبل الفاصل، وهناك سيل كثير من الأفكار في هذا الاتجاه أعتقد يمكن أن تغير حياتنا. اليوم وجود فئة في المجتمع للأسف الشديد ناقلة للأخبار أو الإشاعات المبالغ فيها أو حتى الصحيحة، لكن التي تعرض بطريقة مبالغ فيها، يعني أحياناً تأخذ معلومة صحيحة لكن طريقة السياق ونقلك للموضوع ربما يشعر الآخرين بشكل أو بآخر بأنك بالفعل بأن المعلومة مضخمة. اليوم عندنا مشكلتين حقيقيتين. المشكلة الأولى في ناقلية الأخبار أو ناقلية الشائعات بهذا الأسلوب، أسلوب غير منضبط، مضخم للمعلومة، مرعب للآخرين، يعني يدخل الفزع على الآخرين. وبالمقابل أيضا فئة أخرى في المجتمع تتلقى الأخبار من غير مصادرها الأساسية، وهذه مشكلة يا إخواني حقيقة. يعني اليوم عندما تكون الوزارة، وزارة الصحة، هي الجهة المعنية بإدارة هذا الحدث، ولديها يوميا لقاء إعلامي رسمي يتحدث عن كل ما يتعلق بهذا الفيروس وكل ما هي إرشادات رسمية من المصادر الموثوقة، عندما نأخذ المعلومة من غير مصادرها نحن تساهبنا في تعزيز دور هؤلاء الذين يروجون الإشاعات. أساساً الذين يروجون الإشاعات أو يضخمونها لن يجدوا مستنقعاً يرتعوا فيه إلا إذا وجدوا من يقابلهم هذا الاهتمام ويساعدهم على هذه الصورة ويصبحوا نقل لهم. اليوم نحن بحاجة بالفعل إلى أن نكون أكثر وعياً. الذي يساعدنا على ذلك هو قيمة التفاؤل. قيمة التفاؤل إكسير حياة بكل ما تعني الكلمة، تدفع مثل هذه الشائعات. الذي يمتلك هذه القيمة ومؤشرات هذه القيمة يستطيع بتوفيق الله عز وجل أن يرد على كل صاحب إشاعة بكل هدوء ويقول له لا داعي للتضخيم، لا داعي للتكبير، ترى القضية أبسط من ذلك. نعم القضية ليست قضية عادية تماما، نحن مطالبين أصلا بأن نعطي كل قضية حجمها، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى لكل قضية قدرها، والله عز وجل قبل ذلك قال قد جعل الله لكل شيء قدرا، فكل شيء له قدر وكل شيء له ميزان. يعني أن أصغر من قضية لدرجة أن الناس لا يهتموا بها وهي قضية كبيرة هذا غير مقبول، وأن أضخمها بشكل يفقد الناس قضية الأمل ويدخلهم في خندق اليأس أيضا هذا غير مقبول. التفاؤل هي القضية الوسطية. التفاؤل باختصار شديد قيمة مهمة في هذه الأزمة، تعني باختصار أن الإنسان يرى الأمل القادم وسط الآلام التي يعيشها، يرى النور الجميل الذي سيشرق ولو كان يعيش في ركام من الظلام، يرى بأن ثمة مخرج من باب غرفة مغلقة لأن الله قادر على أن يخرجه من هذه الغرفة المغلقة. إذا هو استشراف نظرة تفاؤلية للمستقبل تحت قاعدة تفاؤل بالخير تجده إن شاء الله. شيخ حمزة، الآن يعني ننتقل إلى المنهج النبوي في هذه القيمة، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، نأخذ جوانب من قيمة التفاؤل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. الحقيقة تأكيدا لكلام أخي فؤاد أن حقيقة التفاؤل هي في أحلك الظروف الصعبة، أما في الظروف المريحة والظروف الجميلة وظروف السعة ويقول لك أنا إنسان متفائل هذا ليس حقيقة التفاؤل. حقيقة التفاؤل أن الإنسان ينظر إلى الأمل البعيد والصورة الإيجابية والأمل المنشود في أحلك وأصعب الظروف. أمثلة كثيرة كما طلبت يا أخي أبو هشام فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وآله عليه الصلاة والسلام، لما خرج إلى الطائف ودعا أهل الطائف ثم حصل ما حصل من الإيذاء وخرج وأمره ملك الجبال ما تريد الأطبق عليهم الأخشبين، قال لا إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وهو في غاية الألم والإذى. أيضا في طريق الهجرة وقد تكالبوا عليه من كل حدب وصوب ويطلبونه ووضعوا الجوائز لإدراكه، ثم أبو بكر يقول له يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. إذن هذا في أحلك الظروف. ايضا في غزوه الخندق وهي من الفترات العصيبه التي يعني ظن اعداء الاسلام انهم قد احاطوا بالاسلام والمسلمين من كل الجهات وانه
هذه الساعة الحاسمة التي سيقضى بها على الإسلام. في مثل هذه الظروف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم ويقول الله أكبر، فتحت إني لأرى قصور كسرى وقصور الشام وفتح روما وقصور صنعاء، وأن الناس في مثل هذه الظروف قال والله لتفتحن. عدي بن حاتم وقد كان نصرانيا رضي الله عنه، وهو ابن حاتم الطائي المشهور بالكرم، لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي ما يمنعك يا حاتم أن تسلم، لعل ما يمنعك ما ترى فيه الناس من ضيق العيش، أو بمثل هذا المعنى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، ضيق العيش وتكالب الأعداء وفقر المسلمين، أما والله ليوشكن أن تخرج الضغينة أو الضعينة من الحيرة من العراق إلى البيت الحرام تأمه لا تخشى إلا الله والذئب على غنمي. يعني الله. تخيل هذه المسافات التي كانت مسافات خوف ورعب وعدم أمن، ليتمن الله عز وجل هذا الأمن على هذه النظرة التفاؤلية. سبحان الله كيف أثرها التفاؤلية. وقال له يعني ربما يمنعك ما ترى من حال أصحابي والفاقة والعوز، بعض الناس يستسلم للحظة الحاضرة، للحظات الألم، للحظات الضيق. أيوة يقول خلاص يعني انخرب بيتي وضاع مصدر رزقي و... نعم. قال له لعله أن يمنعك ما هم فيه من قساوة العيش وضيق العيش، والله لتنفقن كنوز كسرى وقيصر في س... قال يا رسول الله كسرى أنوشروان هذه الأبة هذه الدولة العظيمة تنفق أموالها في، قال والله لتفتحن ولتنفقن أموالها وكنوزها في سبيل الله تعالى. وأيضا لما قال له يعني ما تراه من الفاقة، قال والله ليأتين على الناس زمان أن يطوف الرجل بالصحفة فيها الذهب والفضة يريد أن يخرج صدقته فلا يجد من يقبلها. يا الله. لا يجد من يقبلها، لماذا؟ ذكر العلماء فيها تأويل، إما أن الناس قد استغنوا جميعا فلم يعودوا بحاجة إلى مزيد من المال، وهذا فيه بشارة بسعة الرزق، وإما أن يكون الناس قد أقبلوا على الله عز وجل وانشغلوا عن هذه الدنيا وأقبلوا على أمر الآخرة. نعم. الشاهد يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل في أحلك الظروف، بل حتى أنه كان يتفاءل بالأسماء الحسنة في صلح الحديبة. نعم. لما جاء سهيل بن عمر قال من القادم؟ قالوا له سهيل بن عمر، قال سهل أمركم. سهل أمركم، فهو كان يتفاءل حتى في هذه الطيبة. سبحان الله، منهج نبوي عظيم حقيقة. يعني لا شك النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام المتفائلين وسيد المتفائلين، والشخص يا أخي الذي يكون متفائلا سيعمل، سيجد، سيجتهد، سيبذل، لن يتقاعس، يكون متحمس، لديه حماس، لديه نشاط، يعمل، يبتكر، يبادر، هذا الشخص المتفائل. بعكسه الشخص المتشائم تجده قاعصا عن العمل، تجده متكاسلا، تجده خائفا، تجده مقوقعا حول نفسه، لا يرى إلا الظلام ولا يبصر أي صورة من صور الإيجابيات التي هي تملأ الفضاء، وإنما ينظر إلى الحالة الراهنة التي هو فيها. فيجب أن نشيع التفاؤل. وأنا أقول قبل بالأمس نشر أحد الزملاء رسالة يعني على الخاص لملف صحفي عن سارس، ما صار سابقا، قال هذا تقرير صحفي مرض صار لما ظهر في الصين وعدد الإصابات وأنه ظهر كذا والناس خائفة وانقضت هذه كما ذكر أخونا الدكتور فهد، قال وانتهت وأصبحت ذكرى، وهذه الأزمة وهذا الظرف الراهن سيمضي وسينقضي، ولكن أي ناس نحن كنا أثناء الأزمة وأي ناس سنكون بإذن الله عز وجل بعد الأزمة، إن شاء الله أن نكون خير الناس بإذن الله تعالى. أنتقل للدكتور فؤاد الآن في هذا الضوء اللي سمعناه والمنهج النبوي العظيم في التعامل مع هذه القيمة. الآن في الممارسات العملية في واقعنا اليوم، الآن هناك من خسر وظيفته، من يخاف أن يخرج من بيته خوفا من العدوى، ماذا نقول لهم دكتور؟ أنا أقول أن هذه القيمة العظيمة، قيمة التفاؤل، تحتاج إلى خطوات عملية لتعزيزها في نفسه، بعد ذلك يخرج الإنسان إلى 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 دائرة التطبيق. نعم. قبل لا أساعدك وأساعد نفسي ومن يسمعني الآن بهذه الخطوات، أريد بس أؤكد على كلام الشيخ حمزة عندما تحدث عن محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا أقول انظروا إلى محمد عليه الصلاة والسلام من لحظة ولادته إلى لحظة موته، وأتوني
ائتوني بزمان لا ابتلاءات فيه على محمد عليه الصلاة والسلام. لن تجد من لحظة ولادته يتيما يفقد أباه، يفقد بعد ذلك أمه وعمه وجده، يدخل في الحصار، يفقد زوجته، يدخل في محاولات ومؤامرات القتل عليه التي فاقت 100 محاولة قتل. ماذا حصل في المدينة من المجاعة ومن الجوع، ماذا حصل قبل وبعد التعرض لعرضه، قصة طويلة من الآلام قابلتها، قصة طويلة من الآمال والابتسامة والتفاؤل كما ذكر أخي الشيخ حمزة. الآن نتحدث عن قضية الخطوات العملية، وأنا أرى أخي أبو هشام أنني سأذكر بعض الخطوات السريعة التي تساعد كل من يسمعنا الآن على قضية فعليا تعزيز قيمة التفاؤل في حياتي. أعطيكم إياها بشكل سريع، ثم بعد ذلك ربما الشيخ حمزة أيضا يضيف بعض الخطوات من قبلي. أعتقد أن الخطوة الأولى أسميتها أنا ثلاثية التعامل مع الله. ما معنى ثلاثية التعامل مع الله؟ هناك ثلاثة قضايا مجتمعة يجب أن نتعرفها، أن نتعامل بها مع الله. الأولى حسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بي، واحد. الجزء الثاني في الثلاثية التوكل، وتكلمنا عن التوكل. الجزء الثالث في الثلاثية الرضا بما قسم الله. يا أخي أنا عبد لله، أنا مملوك لله، بقضاء الله في أنا أرضى بما قضى الله فيه. هذه الثلاثية ستساعد الإنسان على نوع من الارتياح. اثنين، غيروا قناعاتكم عن أي أزمة تنزل عليكم، أي كربة، أي تحدي، أي مصيبة، غيروا القناعات. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على رجل كبير السن وكان مصاب بالحمى، فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس طهور، ولا بأس طهور لغة تفاؤلية متقدمة جدا، لا بأس يعني سيزول المرض، وطهور ستحصل على الأجر، يعني اثنين في واحد كما يقال. فقال الله، لا بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. هذه لغته، هذه قناعته. قال عليه الصلاة والسلام فنعم. إذن ما غادر عليه الصلاة والسلام بيته إلا قيل بأن الرجل قد مات. غيروا قناعاتكم حول الأحداث التي تحدث حولنا. الخطوة الثالثة وبسرعة، غيروا زاوية تصويركم للحدث. الآن أخي وائل لو بأخذ صورة للشيخ حمزة ولا بأخذ صورة لك وحط الجوال كذا. طيب دكتور حمزة، دكتور فؤاد، لو بس يبدو صار في انقطاع بسيط لعلنا نعود لك بعد قليل. شيخ حمزة، يعني هذه المعاني لو نأخذ يعني توجيهات للمربي، كيف له أن يعني يغرس قيمة التفاؤل في الأبناء والبنات؟ حتى بس نعود إلى الدكتور حمزة. معنا الشيخ حمزة؟ شيخ حمزة زبيدي معنا؟ طيب لعلنا نعود بعد قليل. أقرأ جانب من التعليقات الإخوة والأخوات على السؤال التفاعلي الذي يقول: برأيك ما هي أهم القيم التي ينبغي على المسلم التحلي بها في ظل هذه الظروف الاستثنائية في مواجهة فيروس كورونا؟ هناك بعض التعليقات حقيقة وصلت الكثير، نقرأ بعضها حتى يعني يرجع معنا الضيوف الكرام. إبراهيم يقول بالصبر والدعاء واليقين بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب. حيدر يقول الصبر، هذه القيمة العظيمة، قيمة الصبر. الطاهر يقول ربما الصبر والله أعلم. مصطفى يقول الدعاء والتضرع لله تعالى. أما سعيد يقول التوبة النصوح والاستغفار الدائم. محمد يقول المفروض القيم الأخلاقية. تقول أيضا وفاء الصبر. عمار يقول قيمة، هناك قيم دينية، الدعاء والاستغفار وطلب العون من الله تعالى، هذه قيم لابد للمسلم أن يتحلى بها. نور يقول، نور تقول التحلي بالصبر واحتساب الأجر عند الله تعالى، والدعاء والتضرع للمولى عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء وأن يردنا إليه ردا جميلا. بالإضافة إلى ذلك الاغتنام، اغتنام الوقت في أشياء مفيدة وعدم تضييعه فيما لا يفيد. أيضا أم عمر تقول العفو وعدم الظلم والكرم والإحسان والرحمة والتضرع لله تعالى والصبر عند البلاء والشكر في السراء والدعاء الدعاء. مها تقول الصدق في هذه الظروف مطلوب، قيمة الصدق. جودة يقول الصبر والصدقة. وكذلك الأخ عمار يقول الصبر والرضا بقضاء الله وقدره بعد الإنابة والرجوع إليه. شاكر يقول الصبر والالتزام بالبيت والالتزام بالتعليمات وزارة الصحة. سوسن تقول التوبة والتضرع إلى الله تعالى.
أم عبد الرحمن تقول الرجوع إلى الله والاستغفار. محمد يقول نخشى من هذه الفتنة العظيمة ونسأل الله الثبات. زكريا يقول الدعاء ثم الدعاء. إذن أكثر القيم التي يعني نتناولها في من هذا السؤال التفاعلي هي قيم الصبر والتوكل على الله تعالى. أعود لي الشيخ حمزة الزبيدي معنا والدكتور فؤاد كذلك، نرحب بكم مجددا. معنا الدكتور حمزة، أهلا وسهلا. الله يسلمك. كنا نتحدث شيخنا عن يعني كيفية غرس قيمة التفاؤل في الأبناء. الحقيقة أنه لا يمكن أن يغرس التفاؤل إلا إنسان متفائل، لأن الإنسان المتشائم لا يمكن أن يبث الأمل والتفاؤل لدى الآخرين، فالشخص المتفائل سينعكس أثره وتفاؤله على الآخرين. يعني ماذا تتوقع من إنسان يدخل يقول لأبنائه بإذن الله يا أبنائي هذه الأزمة ستزول، وقد سبق مواقف كثيرة ويعدد نماذج كثيرة مما أصاب كثير من الناس والأمم وأنها قد مضت وانتهت وأصبحت ذكرى من التاريخ. هذا واحد. الأمر الثاني، ثقتنا بالله عز وجل كبيرة، فالله هو القوي والله هو القادر سبحانه وتعالى على أن يغير من هذا الحال إلى حال أفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة، الاندماج في أعمال إيجابية في واقع الحياة اليومية، ألا يعني ننشغل حقيقة وأكررها مرة أخرى وثالثة ورابعة، لا ننشغل بالأخباريات والإحصاءات والأرقام والخوف. انشغالنا بهذه القضايا سيبث في نفوس كثير من الناس الخوف، بل والله بعض الناس سبحان الله يعني لديه القابلية للوسوسة العالية، كثرة هذه الأمور تجعله يشعر بالمرض وليس فيه ثم مرض. صحيح. نعم. لماذا؟ لأنه إنسان عنده وسواس ولديه القابلية لهذه القضايا، فاستماع مثل هذه القضايا والأمور والأخبار وكذا يعني يا أخي نسأل الله السلامة. نحن في مجتمعاتنا المسلمة ولله الحمد الأرقام يعني لا تكاد تذكر مقارنة ببلدان أخرى، يعني فتكت بها أرقام هائلة جدا. نعم. هناك إجراءات احترازية ولله الحمد، يعني عمل يشرف حقيقة، تعاطي الجهات المسؤولة والجهات الرسمية مع القضية حقيقة تعاطي احترافي، جهود تشكر حقيقة على هذه. لكن دكتور يعني شيخ فؤاد نأسف أنه الوقت يعني يداهمنا، أنا أحب أني أنتقل للشيخ الدكتور فؤاد مرداد، وكان تحدث قبل انقطاع الاتصال عن الخطوات العملية وتحدثنا عن ثلاثية التعامل مع الله تبارك وتعالى. لعلنا نكمل معكم دكتور فؤاد في ما هذه النقاط. نكمل بسرعة. وأنا نعم. قلت أنه ثلاثية التعامل مع الله. اثنين، غير قناعاتك لتفسير أي حدث من أحداث الحياة. ثلاثة، غير زاوية تصويرك للأحداث، يعني هناك زوايا أخرى فيها نواحي إيجابية ومشرقة كما ذكر الآن الشيخ حمزة وأنتم ذكرتم والأخوات ذكروا في قضية استغلال الأوقات. أنا أعتقد إحاطة النفس بالمتفائلين مهمة، وآخر خطوتين وقفوا معايا فيها شوية وهي في غاية الأهمية. نعم. نكون نافعين، وأنا أقول كونوا نافعين، نعلم أنفسنا، نعلم أولادنا، نعلم ذرياتنا على أن ننفع الآخرين. اليوم نحتاج إلى التسامح والتصافح وإلغاء صفحة الخلافات مع الآخرين. يا ليت أن نأخذ جوالاتنا وإذا كان بيننا وبين الناس خلافات العفو العام وصفاء القلوب مع الآخرين. كونوا نافعين. والأمر الأخير، املأوا حياتكم بالعمل النافع الدؤوب. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة واستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. طب يغرسها ليش؟ لا حيوان يأكل ولا إنسان يستفيد، لكن هي منهجية الإيجابية حتى اللحظة الأخيرة. اليوم لو كانت جداولنا ممتلئة بالعمل النافع كما ذكرنا من بعض الأفكار، دورات ولقاءات ومحبة وقرب والتقاءات أسرية وأجواء جميلة وإلى آخره، ثق تماما التشاؤم سيخرج من بيننا وسيحل. جزاك الله خير. والجمال. بارك الله فيك. وهنا تكمن يعني أهمية القيم في التحلي بهذه الأمور والإيجابية دائما والتي تنعكس على الأسرة والفرد والمجتمع. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن أشكر ضيفينا الكريمين الدكتور حمزة الزبيدي المحاضر بكلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبد العزيز، وكذلك الدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز. مشاهدينا الكرام، مكوثك في بيتك واتباع التعليمات النظامية وأحدث التوصيات الصحية
دليل على ثقافتكم وجديتكم في التعامل مع فيروس كورونا، ليساعد بمشيئة الله وقايتكم ووقاية المجتمع من هذا الوباء. نسأل الله لنا ولكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم. لعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.